السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير، واقدم لكم تحديث لحظي لأسعار صرف الدولار والعملات اليوم الجمعة 8/11/2024 من قناتي أنا وحياتي فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء اللي شهدت انفجار لجميع العملات والدولار. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء 55 جنيه، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء 13 جنيه 42 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء 13 جنيه 81 قرش، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء 13 جنيه 88 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 166 جنيه، سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء شهد 71 جنيه، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 133 جنيه، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 136 جنيه 4 قروش، سعر الدينار الليبي اليوم في السوق السوداء 10 جنيه 55 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء 65 جنيه، سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 49 جنيه 52 قرش والبيع سجل 50 جنيه 29 قرش.